قولي لي نفكم وطن اشمعدي احمد ولا لما نشوف يعني انا او جدك لا ازاي طيب يقولوا علينا ايه جاهز جاهز شوف يا صاحبي هندور انا وياك واحد تحدي كروفيت نجيبه جوز تبصيلات او تبصيل او تبصيل سامفي واتيفر ونشوف مين اللي هيخلص الاول مين اللي هيسال الاول اللي هيسال الاول في حكم هيتقال في اخر الفيديو زيان تمام واش فهمتيني فهمتيني جاهز جاهز يلا بينا اعطوني كروفيت نقي شوف عايز اني واحد اختار 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 يلا هذا ايش سخون اعطي عشان نحط القشر عرفت انت عارف كل حاجة تبارك الله انا اللي معرفش انا درويش بالنسبة لك درويش هيا بوب جاهز جاهز برضو شفت حفيدك وهو بيتكلم مصري يلا بينا وريني بقى تحدي بقى عايز حامد اهو يا عم بس هو المفروض يتعمل يا زوز مش هتتفرج على حفيدك يا زوز مش هتتفرج على حفيدك لا خليه يكون صح حفيدك بيتحداني في كروفيت يا زوز هو خليه هو اللي دايما ماشي هيكسب يعني ولا ايه دايما تبعك اي خطوه ماشي يا زوز ربنا يستر وكل متأكد انك هتخلص انا متأكد بالله هات ايه هدربك تذبحني ما نشوف اخويا يلا الطبق قدامك بسطيل كاين قدامك نشوف والناس شاهدة الناس شايفة انا اصلا كموت على الكروفيت انا كموت على ام الكروفيت تكلمش وانت الاكل في بقك مازال هتخسر التحدي انت تبغاني نختار انا انت تشوف هذه هتعمل ايه وش هذه نضرب ما نشوف يا اخوي لما نشوف هيخسر فاكرش هيخسر مش نخسر لما نشوف شوف انت كتموت على الكروفيت وانا كموت على الكروفيت اللي سالي الاول ياخد الكروفيت التاني صافي واللي يخسر ما ياكلش لمدة اسبوع واحد سنان فهمتيني طبعا صافي طبعا يا اسبوع يا نهار اسبوع طبعا دي مصيبه بالنسبه لك انا عارف
انت تودي تدي واش غادي تعمل كل شيء ايش اقول انت لما نشوف لما نشوف لما نشوف اوعى بقى نعمل كده عشان نشبع انت كل بقى براحتك انت تعيش انت الماكلة ما فيهاش خضرة. كل كمل يلا. مازال. شوف انت شحال عندك. انت شوف انت شحال عندك. شوية. ما عنديش شوية. لا تحدي لا سيدي قالك لا سيدي لا سيدي عشان تحدي اعتني جبتك شوية هادي بس ده انت ما يعني اقول لك ايه بس جبار جبار وانت هادي الضباس ايه الضباس دي الضباس هي انت غلط لا جبار جبار غير ضباس ضباس انت بتشتغلني يا اللي بيقولوا ده صح يا جدعان ولا ايه؟ برضه هتخسر هتخسر احنا مش قلنا نضرب اسكت في المكلة شوية طافي يا عم عندك الحق عندك الحق يا سامي طبعا انت مركز انا اسف شوف المبلغ بعد بشيل تشوف فيه ماشي اكلوا بيشرب لا بطمن عليك بس ما كانش كان عارف النقل هذا بقول لك النقل واسكت حاضر حسبي الله ما كنهضرش ما كنهضر مع ربي نقول له ايه؟ نقول له يا رب نربح بس اللي مع ربنا ما يخسرش كاينه ولا مش كاينه؟ كاينه ده انا اللي باكل كلز ما بتحتكم البخوش اكون البخوش على قلبكم البخوش ده واش يقول له البخوش دوك الحشرات اللي كيتمشوا على قلبكم ميما كلوا الحشرات كلوا ميما اجيب لي كلز ما بغيتي تهضر هو زوين ولكن ما بيت غتنقل تاع الدب النقية ديالو تاع الدب بس مفيد فوسفور لا لا فوسفور والسمك كله مفيد وحنا خصنا نجيو نلقاوهم طبق من دابا احنا نكون موجود ما تعبوش عليه تفضل يا بيه عوّم تعبنا مع الدرين ديالنا حتى كبرناهم وعاود تعبوا حتى مع الحوت صحيح حنا تابع الحوت مع هذا حنا نلقاو الحاجة زاهدة صح زوج احنا ما بقاش عندنا الخاطر باش نديرو حوايج اخرين وبتحتكم كما كان الحب بتحتكم صغنونة اوي هاي تخربت تتسالي شفت مش قلت لك هتخسر بشوية عليك شوية امال ازاي تحدي يا اخويا لما يبقى شوية عليا احنا قلنا مين اللي هيخلص الاول مش انت عامل فيها فلحوص شو بقى لا ده تحدي شوف احمد انا كيعجبني بيبي منقي وشويه ديال الثومه وشويه ديال القزبور وكل شيء كيكون
بيبي منقي الكروبيت. الكروبيت كيكون منقي محيد عليه الكشره وكيبقى هو كديرو في الطاجين ولكن مع الثومه وبالقزوز. بيبقى لي كذا طريقه كيكون في الطاجين بيبقى لي كذا طريقه تتاكل. هذاك اجي ناكل وماشي تعبني ناكل حاجه نعرق عليها. ده هو ده حلاوه الطاجين. اكل بصحتكم انتم باقي عندكم الزاد باش تنقيو وتكون بصحتكم. شوف شحال نقي شوف. هم 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 الأول سامي غادي هم 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 إذا قلبتك غادي تجلب بيسي وهذا اللوحك غادي يبقى نغرق نغرق وجبت إذا خطرت أنا وانت اللي غتغرقني. صاف اتفقنا دين. انت هتشوف غادي نربح انا غادي نكلفك في العصا لما تخلص الاول تبصيلك هو هو ابحث. لا يا اخويا مش بحال بحال انا سليت الاول. انا بديت من السخون من السخون ولفته ابرد ما بقيت تحط. لا ما هو كان عايش انا واخد جرعه ضحك زياده على الصبح. اتقدم اكل يا حبيبي الحلوف. اكل الحلوف. انت بتضحكي وانت تاكل ترجلين جد. لو انا اكل الحلوف انت تاكل ايه؟ انا ناكل المقلة ديال المغرب. انت المقلة ديال المغرب وانا اكل يعني انا اكل المقلة ديال الشنوة. ليه عيني ضيقه؟ تاكل مكلة ديال الشينوا. انا بشوفه وكل الكروفيت خضر يكون حي ماشي كي ناكلوه. هي امه توحمت عليه في ايه ده؟ توحمت عليه بالزيتون. اتوحم عليه الزيتون بس؟ والله غير الزيتون. احمد فيها زيتون او ما شفتيش ورا فيه زيتون؟ لا وانا هبص ليه؟ وما لا زيتون كله ماشي ماشي زيتون وخلاص يعني امه يعني دقت بيها الدنيا وتوحمت زيتون اسود. زيتون اسود؟ تموت على زيتون اسود. هو شبه الزيتونه فعلا. هو شبه الشوك الهندي. تصدق انت شبه التين الشوكي يا تين الشوكي الهنديه. كلا كلا حتى هو توقف. لا انا اللي هكسر. انت اللي هتكسر؟ كتجيب عليك امك يقول يا راه دير بحال راه دير يلا واش البي زرب بزرب انت اوكي انت تزرب زرب نقي الكاما. لا ايوا شاطر بس برنس قال كذا تحدي يعني ما نعاونوش نقي. خلاص بقى عطيني احمد يزيد ياكل معاك. اخذ منك شويه اخذ يعني انا وجدك لا ازاي طيب يقولوا علينا ايه؟ ما انت كل ما تزيد هنا انت اللي هتكسب. فهمت؟ كل ما تزيدني في تبصيلي انت اللي هتكسب. فشوف انت بقى. انا في الغش. صاف. يعني ما نغش. مش ممكن نشعر تاني. منشوف. حاب قلو احنا كناكلو. ماشي اخويا كله. كله وقف بوقك الكل. كله اخويا.
قلت لك قلت لك كل ما تزيد كل ما انت اللي هتكسب راحتك. وهتاكل ايش؟ عندك سكرات القشره. ها مش انتبه. انا هربح. انت تشوف هاد الربحة. شوف. شوف. كان عندي كم واحدة? واحد. سريع. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. تسعة. بغيت تربح? زدني. نزيد? اه ما انت لما تزيد عندك كل. كاينة ولا مش كاينة? فانت تكسب. صح? شوف الحلقة هاي شوف لسه مازال 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 عمال بيرمى عندي ما تلوحش ما تلوحش يا صاحبي لوح انت وانا لوح وراك انا قربت اسالي لا لا انت تديني ليش رياض لا مازال مازال انت شوف قولي وش هبقى شي ثلاثة قوة بنسالي فين ده هاي واحد جوج ثلاثة ثلاثة قوية واه لا راحة فاضل لك جوج وانا فاضل لي جوج يلا سامي قل ما ترميش حاسب بس انت بهدلت الدنيا ما تلوحش عليه ما تلوحش عليه والله ما تلوح عليه يكتب ها انت اخر واحده وانا اخر واحده اهي اخر واحد كده انت ما كسبتش ولا انا كسبت متعادلين اتعادلنا اتعادلنا انا مسخوط احنا سنين قبل منكم اتعادلنا ما حدش كسب ما فيش احلى من التعادل برضه هو المكسب حلو بس ما فيش احلى من التعادل التعادل رضا من عند ربنا ما في يعني الواحد يفرح ان هو كسب في حاجه او كسب حاجه بس برضه في التعادل بيقول الحمد لله بس شوف الحمد لله لا من نعمات الله اه طبعا الحمد لله يمكن اول الحمد لله يا زوز نعمل ايه؟ واه بتحتكم الله يخليك يا زوز تسلم لي وتحت الحفيد اللي حداك ترجي ما وجهي ترجي هو تهلا فيا اه تهلا فيا هو اللي تهلا فيا اذا كان تعادل احمد اذا انا تخرقني انا نغرق لا ما كاينش الحكم ده احنا هنشوف نشوف الناس الاول هم اللي هيقولوا لنا نعمل ايه تعرف ايش الدفي واخ قولي لي نفكم موبايل عشان غادي نلحوش احمد ولا شنو قلتي لحوش احمد ولا انا صاف هم اللي يردوا علينا تمام هم اللي هيقولوا لنا احنا تعادل كده ولا نحكم على التاني مين اللي يحكم على التاني اتفقنا يلا قول لهم باي 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 باي